في حلقة قبل كده اتكلمنا عن قائمة أفضل 100 فيلم مصري واللي أصدرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 96 بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما، ولكن خلي بالك إن القائمة دي مش هي الأساس الوحيد لتقييم عديد من الأفلام. صدرت قوائم تانية، منها اللي بيقيم الأفلام العربية بشكل عام أو اللي بيقيمها على أساس نوعي أو فني، أفلام المرأة مثلا أو الأفلام الكوميدية. خلينا النهاردة نكلمكم شوية عن قائمة أفضل 100 فيلم عربي، خليكم معنا. ويعرض خلال المهرجان الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر الجاري 174 فيلما من أنحاء العالم. افتتح دورة السنة الفيلم الفلسطيني عمر لمخرجه هاني أبو السعد، والذي تدور أحداثه حول خباز فلسطيني يجيد مراوغة رصاص الجنود الإسرائيليين، وكل أمله في لقاء حبيبته. في دورته العاشرة عام 2013 وضع مهرجان دبي السينمائي بصمته الخاصة في عالم السينما العربية، أهدى عشاءها قايمة بأفضل 100 فيلم عربي تم إنتاجهم من بدايات السينما في أواخر الثلاثينات ولغاية سنة إقامة الدورة في 2013، بشرط أن يكون موضوع الفيلم عربي والإنتاج يكون عربي أو عربي مشترك أو حتى مع جهة أجنبية، ويكون المخرج عربي الجنسية أو من أصول عربية. كان التصويت في استفتاء شارك فيه 475 شخصية من صناع السينما من مختلف الدول، من مؤلفين ومخرجين ومنتجين وممثلين، وكمان المثقفين اللي ليهم اتصال بالحقل السينمائي من أكاديميين وصحفيين وغيرهم. تم توجيه الدعوة للمشاركة في الاستفتاء عن طريق الإيميل لحوالي 1000 شخصية، بتتضمن قائمة من حوالي 6000 فيلم عربي، مطلوب إن هو يختار منهم 10 أفلام بس بتمثل الأفضلية من وجهة نظره. طبعا عن طريق الأصوات اللي أخذها كل فيلم تم ترتيب القائمة النهائية اللي اشتملت على 100 فيلم. نشوف كده الأول وبعدين نرجع تاني نتكلم ونحلل الأفلام دي مع بعض.
ولو حبينا ان احنا نعيد ترتيب الافلام طبقا لدولة الانتاج هتلاقي ان مصر طبعا استحوذت على نصيب الاسد برصيد 44 فيلم. ده امر طبيعي لانه من ضمن 6000 فيلم اللي كانوا موضوع الاستفتاء هتلاقي منهم اكتر من 4000 فيلم مصري. فانت شخصيا لو حبيت ان انت تختار 10 افلام بتوعك تأكد ان على الاقل هتلاقي فيهم 4 أو 5 افلام مصرية. بتيجي من بعدها المغرب وسوريا لكل منهم 11 فيلم، تونس 9 افلام، فلسطين 7 افلام، الجزائر 6 افلام، لبنان 5 افلام، بعد كده بتيجي الكويت وليبيا لكل منهم فيلمين، وبعد كده الامارات وموريتانيا والعراق والسعودية لكل منهم فيلم واحد. اما بقى لو حبينا نتكلم عن ترتيب القايمة على اساس المخرجين هنلاقي ان المخرج يوسف شاهين هو اللي استحوذ على نصيب الاسد برصيد 8 افلام زي ما سبق وخدها قبل كده في قايمة افضل 100 فيلم مصري لو نفتكر. يليه المخرج صلاح ابو سيف برصيد 7 افلام زي قايمة مصر برضو، يليهم المخرجين الفلسطيني إيليا سليمان والمصريين حسين كمال وداود عبد السيد ومحمد خان برصيد 3 افلام لكل منهم، والمخرجين الفلسطيني ميشيل خليفي والتونسيين الناصر خمير ونوري بوزيد، والسوريين مصطفى العقاد ومحمد ملص وعمر اميرلاي، واللبنانيين مارون بغدادي والمخرجة نادين لبكي، والجزائريين ميرزاء علواش ومحمد الأخضر حمينة، والمصريين خيري بشارة وتوفيق صالح ورضوان الكاشف وعاطف الطيب، وشيخ المخرجين هنري بركات برصيد فيلمين لكل منهم. بعد كده بيجي 43 مخرج من مختلف البلدان العربية برصيد فيلم واحد لكل منهم. اما بقى لو حبينا ان احنا نتكلم عن ترتيبها من ناحية سنين الانتاج هتلاقي فترة الثلاثينات في القرن العشرين منها فيلم واحد، الاربعينات مفيش، الخمسينات 6 افلام، الستينات 9 افلام، السبعينات 18 فيلم، الثمانينات 20 فيلم وزيهم لفترة التسعينات، ومن الالفية الجديدة بنلاقي ضمن افلام القايمة 26 فيلم. ده برضو امر طبيعي لانه خلال فترة السبعينات والثمانينات هتلاقي فيه ازدهار ورواج في انتاج الاعمال السينمائية في بلدان كتير، ده بيفسر وجود نسبة عالية في الفترة دي. كمان يبدو ان اغلب اللي شاركوا في الاستفتاء انجذبوا اكتر للافلام الحديثة عن الافلام القديمة، ده بيفسر ليه مثلا فترة الثلاثينات والاربعينات ما فيهاش الا فيلم واحد. وعن نتائج القايمة واللي حصل طبعا عليها خلاف كبير بين المشاهدين والمتابعين المهرجان زيها زي اي قايمة ناتجة عن استفتاء او اراء لمجموعة من الاشخاص، لو هتقول رأيك انت كمان لازم تحط في اعتبارك الموضوع ده قبل ما تقول اي كلمة. كمان المعايير اللي تم عليها المفاضلة بين الافلام سواء الافضلية او جودة الفيلم نفسه او شهرته، ده امر طبعا بيختلف من واحد للتاني. كمان نظرة الناقد للفيلم كمتخصص غير نظرة المشاهد العادي. اهم شيء في قايمة مهرجان دبي انها عملت معادلة ملحوظة بين الافلام التجارية وافلام المهرجانات بشكل عام. فلو حبينا ان احنا نعلق على الافلام المصرية هتلاقي منها كم كبير في فترة الخمسينات والستينات، منها افلام في التوب 10 زي المومياء وباب الحديد والارض والكتكات. في فترة السبعينات هتلاقي تراجع ملحوظ في عدد الافلام المصرية مقارنة ببعض الدول العربية، ده برضه لتراجع جودة الانتاج في الوقت ده. الاعمال الجيدة في مصر قلت كتير عن قبل كده مقابل زيادة عدد الافلام التجارية او ما يعرف مجازا بافلام المقاولات. في الوقت اللي زادت فيه انتاج الافلام العربية القيمة اللي شاركت في مهرجانات دولية واخدت جوائز عديدة، كمان الافلام المصرية ال 44 الموجودين في القايمة هتلاقي منهم حوالي 30 فيلم كانوا موجودين في قايمة افضل 100 فيلم مصري واللي سبقتها بحوالي 16 سنة. فإلى حد ما قايمة مهرجان دبي بتعكس رؤية نقدية شاملة للبلدان والثقافات، في حين غالبية المشاهدين كل واحد طبعا بيبقى مركز مع أفلام بلده وبس. وكان من أهم فعاليات الدورة دي إن إدارة المهرجان وثقت نتائج الاستفتاء في موسوعة واللي تعتبر فعلا هدية لكل عشاء السينما العربية. كتاب سينما الشغف قائمة مهرجان دبي السينمائي لأهم 100 فيلم عربي واللي جمعت فيه القايمة دي بالتفصيل مصحوبة بمقالات نقدية عن الأفلام المية، شارك في إعدادها أكثر من 20 ناقد من كبار النقاد العرب، تم توزيعها على كل ضيوف المهرجان، اتطبعت باللغتين العربية والإنجليزية علشان تبقى متوفرة في كل المكتبات العربية والعالمية، فتبقى مرجع مهم لدراسة تاريخ السينما العربية لكل المهتمين بيه. متشوقين نعرف رأيكم في قايمة مهرجان دبي
وكمان تابعوا حلقاتنا اللي جاية واللي هنكلمكم فيها عن مزيد من القوايم السينمائية. قولولنا على أراءكم في الكومنتات تحت الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا على تويتر وفيسبوك وإنستجرام، اللينكات هتلاقوها في صفحة القناة الرئيسية أو تحت في الديسكريبشن. ولو عايزين تقروا أكتر عن مواضيع تانية في تاريخ السينما المصرية هتلاقوا في مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء أو تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. شكرا لكل مشاهدينا اللي بيدعمونا بالاشتراك في القناة أو عن طريق خاصية سوبر ثانكس، دوس على الزرار الأبيض اللي تحت تفهم أكتر. في انتظار تعليقاتكم واستنوا الجديد منا دايما على قناة غاوي سينما.